تمهيدا لبدء توزيع لقاح كورونا زايد، تتفقد مركز النزهة الجديدة الطبي والوزراء ينفي فرض غرامة للممتنعين عن التطعيم. الاحتلال الإسرائيلي يصادق على مخططات استيطانية للاستيلاء على أراض في بيت لحم. رئيس هيئة قناة السويس يعلن تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021. تفاصيل الثانية، مرحبا بحضراتكم. تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مركزا طبيا، مركز النزهة الطبية النزهة الجديدة، أحد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالوقوف على الاستعدادات النهائية للمركز، تمهيدا لبدء توزيع اللقاح على الفئات المستحقة. وأوضح مستشار الوزيرة لشؤون الإعلام أن دكتور زايد اطمأنت على وجود الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية، فضلا عن إمكانية تجهيز البيانات ضمن ميكنة جميع مراكز تلقي اللقاح وإدراجها بمنظومة التشغيل التي تربط بين الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل والخط الساخن لوزارة الصحة وأماكن تلقي جرعات اللقاح. كما تفقدت الوزيرة المسارات المقرر أن يمر بها متلقو اللقاح بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث يتسلم المواطن كرت المتابعة الصحية بعد تلقي الجرعة الأولى موضحا به ميعاد تلقي الجرعة الثانية. يذكر أن مركز تلقي اللقاح يضم أطباء لشرح الموافقة المستنيرة لمتلقي اللقاح في متابعة حالته الصحية بعد التطعيم. هذا وقد نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن فرض غرامة قيمتها 10,000 جنيه للممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا. وقد قام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت هذه الأنباء وأوضحت أن تلقي اللقاح هو قرار اختياري لكافة المواطنين ولا يمكن إجبار أي فرد أو فئة على التطعيم به. وشددت وزارة الصحة على سعي الدولة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين على أن يتم منح الأولوية للفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مثل الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. بدأ صباح اليوم تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، وذلك تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا. ومن المقرر تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها على غير مرتدي الكمامات في المواصلات العامة أو الخاصة أو أي مكان مغلق، على أن يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة حال الامتناع عن السداد. كان وزير العدل المستشار عمر مروان قد وافق على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم فيما يخص الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، فيما ناشد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات. وشدد شعراوي على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. مرحبا بك دكتور خالد، يعني بداية هل لك أن توضح لنا على من ستطبق الغرامة؟ هل الأمر منوط بالأماكن المغلقة كوسائل النقل أو التجمعات، أم أن الأمر ربما يشمل حتى الشارع؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. زي ما أكد معالي الوزير اللواء محمود شعراوي على موافقة السيد المستشار وزير العدل على منح التغطية القضائية طبعا بسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بهذا الأمر وغيره من الأمور المتعلقة بالوظائف والدوائر اللي هم بيعملوا فيها. وعليه يا فندم فهو ده الأمر ده بيطبق في كل الأحياء والمراكز والمدن فيما يتعلق بمواقف النقل العام سواء سيارات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، بالإضافة إلى ذلك الأماكن المتعلقة بالمتاجر، المحلات، الكافيهات، المقاهي، كل الأماكن المغلقة، كل الأماكن المتعلقة بدواوين المحليات والمحافظات. كذلك الأمر
كل ما يتعلق بمتابعة الغلق والمنع الكامل لسرابقات الأفراح والعزاء أو التجمعات، الغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الأمر. طيب دكتور، يعني لأي مدى سينعكس قرار منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم أيضا في تنفيذ هذه الإجراءات، يعني تنسيق مع الوزارة بهذا الشأن كيف سيكون؟ يعني زي ما أكد مع الوزير اللي هو شعراوي، هناك تنسيق مع السادة مديريات يعني مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات لتطبيق هذا الأمر. فإحنا منذ الصباح الباكر هناك متابعة من غرفة عمليات الوزارة مع غرف الأزمات والعمليات، وبيجينا تقارير تفيد تطبيق الغرامة، وده زي ما حصل صباح اليوم في ميدان عبد المنعم رياض وفي غيره من المحافظات المصرية على بعض غير الملتزمين. طبعا الناس المرة في الشوارع طبعا مش بيطبق عليهم، لكن لما تيجي تركب وسيلة النقل سواء الخاصة أو العامة حضرتك هتكون لابد ان تكون مرتدي الكمامه حفاظا على سلامتك الشخصيه وسلامه الاخرين اللي موجودين في المركبه اللي موجوده مع حضرتك، وخاصه ان حضرتك دي مكان مغلق فلازم اتباع كل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه، وده طبعا الكمامه الطبيه حفاظا على صحه اهلنا من المواطنين وسلامتهم. يعني طب دكتور خالد، يعني هل وصل إليكم أي تقرير يفيد بمدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة؟ أقصد هناك هل هناك متابعات يعني لما يدور على الأرض من خلال التنسيق بين حضراتكم وبين الجهات المنوطة بتنفيذ هذه الإجراءات؟ بالضبط يا فندم، زي ما أشرت لحضرتك منذ قليل غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بتتابع مع غرف الأزمات والعمليات في المحافظات، وبالتالي التقارير اللي بتجينا كمان بتبقى مصوره، يعني احنا عندنا صور من الساده المحافظين وهم موجودين في الاحياء وهم في محطات في المحطات الاسواق المتاجر الى غير ذلك من الامور المختلفه في متابعه لحظيه معاهم ومنذ الصباح الباكر، واحنا في تواصل معاهم بحيث ان احنا نطمئن على تنفيذ الاجراءات. واحنا حاطين رقم مبادره صوتك مسموع لاي خلل ممكن حد من الساده المواطنين يتواصل معنا عليه ويصور لنا ويبعت لنا، رقم الواتس 011 50 60 67 83. شكرا لك دكتور. مبادره صوتك مسموع. نعم دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزاره التنميه المحليه، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس تسجيل 1407 إصابات جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة، وأعلنت الوزارة خروج 654 متعافيا من فيروس كورونا بالمستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 113480 حالة. أعلنت المملكة العربية السعودية انتهاء العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية والسماح بدخول المواطنين للمملكة وفق ضوابط محددة، وحددت المملكة شروطا صارمة على دخول المواطنين القادمين من أي دولة ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا لضمان خلوهم من الإصابة، بينما يلتزم المواطنون القادمون من باقي الدول بالإجراءات المتبعة حاليا. وافقت الهند على الاستخدام الطارئ للقاحين فيروس كورونا المستجد، ما يمهد الطريق أمام واحدة من أكبر عمليات التلقيح في العالم. كانت الهند ثاني أكثر دول العالم تضررا بالوباء، قد وافقت على استخدام جرعات اللقاح الذي طورته شركة استرازينكا وجامعة أكسفورد، وكذلك على لقاح شركة الصيدلة المحلية بهارات بايوتك في الوقت الذي أعلن فيه معهد الهند للأمصال أكبر مصنع للقاحات في العالم أنه بصدد إنتاج ما بين 50 إلى 60 مليون جرعة في الشهر من لقاح استرازينكا أكسفورد، والمعروف بأنه أرخص ثمنا من لقاح فايزر بايونتك وأكثر سهولة من ناحية التخزين والنقل. وتأمل دول العالم في أن يؤدي نشر اللقاحات إلى السيطرة على وباء كوفيد 19 اللي أصاب 84.6 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من 1,800,000 شخص منذ الإعلان عن ظهوره للمرة الأولى في الصين قبل أكثر من سنة.
على صعيد متصل، أعلن المدير العام للصحة في فرنسا أن المؤشرات الرئيسية لرصد وباء كورونا تزداد سوءا، مشددا على أنه لا تزال هناك 4 أشهر من الجهود الجماعية التي يتعين على الفرنسيين بذلها قبل التمكن من طي الصفحة الطويلة للوباء في البلاد. يتزامن ذلك مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال هذا العام، شريطة الالتزام بالنظافة والسلامة. وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس إنه من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، مشيرة إلى أن اللقاح لن يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى. صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مخططات استيطانية للاستيلاء على عشرات من أراضي محافظة بيت لحم، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القرار شمل أراضي في موقع الشفا ووادي الهندي في بلدة الخضر جنوبا وقرية أرطاس وموقع بعر أبو مهر والعقبان والمروج في قرية التعامرة شرقا. أعلن 11 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي أنهم سيعارضون مصادقة الكونغرس خلال الأيام المقبلة على نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في محاولة أخيرة يدعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطعن على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. يشار إلى أن محكمة استئناف أمريكية قد رفضت طلب أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين يتيح لنائب ترامب مايك بينس إلغاء فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية. وإلى باكستان، حيث أعلنت إسقاط طائرة هندية مسيرة اخترقت أجواء خط المراقبة الحدودي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. على صعيد آخر، أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 11 من عمال المناجم وإصابة 3 آخرين جراء هجوم مسلح بإقليم بلوشستان. ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر أمنية بالنيجر أن 70 مدنيا على الأقل قد قتلوا في هجمات متزامنة على قريتين شنها مسلحون قرب الحدود مع مالي. هذا وسبق أن طالتها هجمات نفذها مسلحون على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. أهلا بكم مجددا. تواصل المراكز الطبية فحص المواطنين للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي في إطار مبادرة الرئيس 100 مليون صحة، كما تتواصل الفحوصات الطبية الأخرى كصحة الأم والجنين وضعف السمع وعلاجه والاكتشاف المبكر لأورام الثدي. ما يقرب من 4000 مركز طب أسرة بمحافظة مصر كافة تقوم بعمل الفحص الطبي لمبادرة الرئيس 100 مليون صحة ودمجها لتوفير تلك الخدمات التشخيصية للمواطنين، سواء مبادرة صحة المرأة لأورام الثدي أو الأم والجنين أو الأمراض المزمنة وضعف وعلاج السمع. فلجان المسح الطبي تعمل على مدار الساعة وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. بالنسبة للمرأة السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بنكشف عن الناس ضغط وسكر وبنقيس لهم الضغط 3 مرات، ولو في مشكلة بنحولهم على مستشفى الخزندارة العام. تمام. وبالنسبة للمرأة بنحولهم على معهد ناصر أو الساحل، وبالنسبة للسمعيات بنحولهم على المعهد السمع والكلام. كل الحالات اللي بتدخل بتكون لابسة الكمامة. المركز نفسه هنا الدكاترة كلهم الطاقم الطبي كله بيكون ملتزم بلبس الكمامة ومكافحة العدوى، والمركز دايما كل حالة والتانية بيتم التعقيم والتطهير ما بين كل حالة والتانية. كما تقوم لجان المسح الطبي بتقديم برامج توعوية وتثقيفية للمواطنين خلال عمليات الفحص الطبي وفقا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى بين المفحوصين كافة. بكلمها عن الأكل والاهتمام بالخضار وبالفاكهة وبالنشويات وبالنظافة الشخصية لها والأطفالها والاهتمام بصحتها. كل حالة لوحدها بيبقى لها الواقيات الشخصية، جلافز لوحده، شكاكة لوحده، القطن برضو بنتخلص منه في الكيس الأحمر، الورقة بنتخلص منها في الكيس الأسمر، الشكاكة برضو بنتخلص منها ما بين كل حالة والتانية، بنطبق المعايير، بننظف ما بين كل مريض والتاني، وبنغير الجلافز ما بين كل حلوة والتانية.
انطباعات إيجابية انتابت المواطن نكافة خلال عملية الفحص الطبي لما يقدم لهم من خدمة تشخيصية وعلاجية طوال المبادرة. وهنا طبعا بيدونا كل المشورات لما بنيجي من تحليل سكر وضغط وفحص ثدي وكل دوت بنكتشفه بدري بدري، لو فيه لا قدر الله حاجة بنرجع تاني برضو هنا وبيتابعونا. النهاردة أستلوا سمعيات والحاجة النهاردة الحمد لله يعني الحاجة كويسة، بتاع السمع ده بيتعمل برا غالي وفروهن من غير فلوس النهاردة والحمد لله يعني كله تمام. دمج المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وتفعيلها على مدار الساعة بالمراكز الطبية واحدة من الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية لتوفير خدمة علاجية وتشخيصية مجودة للمواطنين أينما كانوا. محمد حلمي، التلفزيون المصري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تداول الأعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق وأن ذلك تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن. وأكد المركز الإعلامي أن كافة الأعلاف المستخدمة لتغذية الدواجن بمختلف المزارع مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، وكذلك اللقاحات البيطرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية مع شن حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية. أكد المتحدث باسم العاصمة الإدارية العميد خالد الحسيني الانتهاء من اللمسات الأخيرة للحي الحكومي قريبا، وأشار إلى الافتتاح الرسمي منتصف العام الجاري. وأشار المتحدث إلى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في المساحات الخضراء ما يوفر حياة أفضل للمواطنين. في العاصمة الإدارية الجديدة يجري وضع اللمسات الأخيرة للحي الحكومي لتوفير سبل الحياة والعمل بمعايير جودة عالمية في المدينة الذكية وفي مقدمتها الأعمال الكهروميكانيكية. احنا دلوقتي في مرحلة الأخيرة من مراحل التركيبات وبدأنا دلوقتي نبدأ نختبر الأنظمة اللي عندنا كلها، ولكن الكهرباء خلاص دلوقتي كل الكهرباء في الأدوار بتاعة الوزارات كلها بالكامل انتهت. بالنسبة لمبنى التحكم اللي فيه بين كل الإشارات بتاعة الوزارات أو كل الحركات أو أي حاجة بتتم داخل الوزارات بتتنقل ليه، الموضوع فيه بدأ يوصل لمراحله الأخيرة، وأعمال الداتا وأعمال النتورك وكل الحاجات دي برضو في مرحلة الأخيرة. دلوقتي خلصنا كل التركيبات بنسبة 100%. بدورها قالت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إنها انتهت من أعمال مياه والصرف الصحي بالمشروع. في محطة عملاقة بإذن الله هتتعمل من مأخذ النيل مباشرة، ودي حوالي 1.5 مليون أو 1.7 مليون متر مكعب يوميا، ودي إن شاء الله في خطوات للبدء فيها، لكن احنا حاليا متغذى عن طريق الحي العاشر من رمضان. وتستحوذ المسطحات الخضراء على 80% من الحي الحكومي في منطقة المحور المركزية. المشروع عبارة عن 107 فدان حوالي 449,000 متر مسطح. المشروع يتكون من 3 محاور رئيسية، اللاندسكيب والهاردسكيب سوفت وسوفت سكيب والشبكات الانفرا، اعمال الشبكات الرئيسيه. عندنا 4 انواع من الشبكات الرئيسيه: شبكه الري، شبكه التغذيه والحريق، شبكه الصرف الزراعي، وشبكه الصرف الصحي. المشروع الحمد لله وصل بنسبة إنجاز فيما يتعدى 95% وفي بعض الأماكن 98%. ومن المقرر أن ينتقل أكثر من 50,000 موظف تدريجيا إلى الحي الحكومي الذي يضم أكثر من 34 مبنى للوزارات والهيئات فضلا عن مبنى مجلس الوزراء والبرلمان. بعدما تحول الحلم إلى حقيقة وتشكلت المدينة العصرية في قلب الصحراء، توجيهات رئاسية بالاهتمام بالمساحات الخضراء لتوفير بيئة صحية جيدة لحياة المواطنين تعكس الطابع الحضاري للدولة المصرية الحديثة. من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، محمود العزالي، التلفزيون المصري. أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أنه على العاملين بقطاعات مشروع أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كافة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري والاهتمام بأعمال نيو جيرسي. جاء ذلك خلال جولة وزير النقل التفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري.
الطريق الدائري يعد من أهم طرق المرور في مصر، وطوله يبلغ 106 كيلومترات، ويخدم حركة المرور في 3 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية، سواء في حركة نقل البضائع أو نقل الركاب، وكان يعاني من الكثافات المرورية المرتفعة، ولذلك كان لابد له من حلول لعمل سيولة مرورية على الطريق. ومن هنا جاءت فكرة توسعة الطريق الدائري بقطاعاته المختلفة وتطويره، حيث بدأت من المريوطية إلى الأوتوستراد، ثم إلى محور سعد الدين الشاذلية، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعية، ثم طريق الإسكندرية الصحراوية، وصولا إلى تقاطع طريق الواحات، بالإضافة إلى كل من كوبري المنيب وكوبري الأوتوستراد. أعمال تطوير الطريق الدائري تشمل رفع كفاءة الطرق وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري ومنع تجدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائرية، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، وخاصة الأنفاق بطول الطريق، حيث تتضمن أعمال تطوير توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوية بطول 5 كيلومترات. وبحسب المتخصصين فإن سير العمل في القطاعات المختلفة يتم على قدم وساق، وهناك قطاعات قاربت على الانتهاء بنسب تنفيذ تصل إلى 99%، مثل قطاع الأوتوستراد محور سعد الشاذلي. وهكذا يستمر التطوير جنبا إلى جنب مع رؤية تنموية شاملة ترفع شعارا واحدا: بناء مصر المعاصرة. شريف رضوان، التلفزيون المصرية. أخبار المال والأعمال نشرة الثانية، أهلا بكم. أعلنت هيئة قناة السويس تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021، بالإضافة إلى تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي. وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تقتضيها إدارة الأزمة الحالية، لافتا إلى أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها القناة خلال العام الماضي في ظل تراجع حركة التجارة العالمية، حيث سجلت عائداتها أكثر من 5 مليارات و600 مليون دولار رغم أزمة كورونا. تباين أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم وسط عمليات بيع من جانب المؤسسات المحلية والعربية، قابلها عمليات شراء من جانب المستثمرين الأجانب. وقد انخفض المؤشر الرئيسي جي إكس 30 بنحو 1% متخليا عن مستوى 10840 نقطة، في حين صعد المؤشران إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100 بنسب تراوحت حول 7%. أعلن مسؤول شركات الجملة التابعة لوزارة التموين عن ضخ كميات كبيرة من السلع بمخازن الشركات لصرفها لبقال التموين، وأكد رؤساء الشركات أن المخزون الاستراتيجي لكل مخزن من السلع يصل إلى 3 أشهر، بينما يصل في الكثير من السلع إلى 8 أشهر. 1500 مخزن ينتشرون بمحافظات الجمهورية بدوا على هذا الحال من حيث السلع. هنا أحد مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تقوم بصرف السلع التموينية لمنافذ التوزيع. لدينا احتياطي استراتيجي من كافة أصناف السلع والأصناف الضرورية والاستراتيجية من مقرات المنظومة التموينية يتراوح لثلاث شهور، من 28 صنف اللي بيتم صرفهم للبدال التمويني ومنافذ جمعيتي اللي بدوره بيصرفهم لمستفيدي الدعم. فمن هذا المكان وغيره يخرج الكثير من السلع التموينية لأكثر من 40,000 منفذ يوزعون السلع التموينية لما يزيد عن 60 مليون مواطن. 28 سلع بيقدر يختار منه اللي هو عايزه، ما فيش حاجة مفروض عليه،
بيقدر ينسب فلوسه ويقدر التدوت ياخد من ال 28 سنة اللي هو عايزه خالص. في زيت، سكر، مكرونة، صلصة. كل هذا جاء نتاج جهود كبيرة لتوفير استراتيجي كبير من السلع وصل إلى 8 أشهر من تلك السلع. الآن بات على المواطن الاختيار من 28 سلعة، وما عليها إلا أن يذهب إلى منافذ التوزيع من أجل اختيار سلعه على بطاقة الدعم. فمن أمام أحد بقالي التموين بدأ الأمر مستقرا لصرف السلع التموينية للمواطنين، فكل ما يدفعه المواطن في كل هذه السلع لا يزيد عن الاثنين من الجنيهات. جميع السلع متوفرة، وطبعا انت عارف جميع السلع الحمد لله من قبل بداية الشهر كل السلع موجودة، اللي هي الزيت والسكر والرز والمكرونات والجبن، كل حاجة متوفرة الحمد لله. أما نقطة الخبز طبعا بتبقى حسب احتياج كل منطقة غير التانية. المواطن وكالعادة ثمن الأمر تماما، فكل احتياجاته من الأرز والزيت والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى تصرف له على بطاقة الدعم. هنا معاملة كويسة جدا، ذوق جدا، كل حتى الاستاف اللي جوه اللي بتدينا الحاجة بتدينا الحاجة كويس. حتى لو في حاجة كانت كيكس مثلا سكر مفتوح كنت بقول له مفتوح بياخده وبيغيروا لي على طول. الحمد لله الحمد لله، اللي بنقول عليه بناخده. ومع حالة الرضا تلك، فإن الدولة تزيد من ضخ الكثير من السلع الأخرى في كل المنافذ، سواء كانت متحركة أو ثابتة، بتخفيضات كبيرة لاستكمال المنظومة. رمضان الشحات، التلفزيون المصري. وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال اجتماعه عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على اعتماد دليل إجراءات الضبطية القضائية والتعامل مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي. وقال جزار إن مجلس إدارة الصندوق وافق أيضا على اعتماد عدد من القواعد الخاصة ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحة 90 مترا الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباع للجهات والأفراد من منخفضي ومتوسط الدخل، وكذلك الفئات الأعلى دخلا، حيث نصت الموافقة أيضا على أن يكون البيع بنظام التمويل العقاري المدعم بنسبة 7% سنويا متناقصة لمنخفض الدخل و 8% سنويا متناقصة لمتوسط الدخل. بدأ البنك المركزي الليبي في تطبيق القرار الخاص باعتماد سعر صرف رسمي موحد في أنحاء البلاد، والذي تم التوافق عليه الشهر الماضي بعد سنوات من الانقسام بموجب الاتفاق. علقت حكومة الوفاق رسوما كانت قد فرضتها على المعاملات بالعملة الأجنبية قبل عامين. هذا وكان مجلس إدارة البنك المركزي الليبي قد وافق على سعر صرف رسمي عند 4.48 دينار للدولار، في حين وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 5 دينارات. أعربت الصين عن رفضها إعلان بورصة نيويورك بدء شطب شركات الاتصالات الصينية الثلاث الكبرى. وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن بلاده ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالح شركائها. واتهمت بكين الإدارة الأمريكية باستغلال ملف الأمن الوطني بزعم أن الشركات الصينية التابعة للجيش الصيني ومخالفة لقواعد السوق. مشاهدينا الكرام، نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. تمهيدا لبدء توزيع لقاح كورونا زايد، تتفقد مركز النزهة الجديد الطبي والوزراء ينفي فرض غرامة للممتنعين عن التطعيم. الاحتلال الإسرائيلي يصادق على مخططات استيطانية للاستيلاء على أراض في بيت لحم. مسبيرو.إيجي للمزيد. شكرا لطيب المتابعة. شكرا لكم. إلى اللقاء.